مشروع الملعب 50,000، أراكم كنتم معنا، الأشغال الخارجية بما فيه كل ما هو تهيئة خارجية، طرقات، قنوات، إنارة إلى آخره. المؤسسة راهت الأشغال تسير بوتيرة طيبة جدا. أما فيما يخص الأشغال الداخلية والأشغال التقنية، فيه مؤسسة تم مؤخرا تعيينها والترتيبات جارية إن شاء الله. الآمال كاينة أننا إن شاء الله نستلموا المشروع في الموعد، وفيه متابعة قوية من طرف السيد، متابعة شخصية من طرف السيد وزير السكن، وفيه متابعة محلية كذلك. احنا واعين بأهمية هذا المشروع هذا، واعين بما فيه من حرص على كل الأطراف، واعين كذلك أن أهمية هذا الملعب هذا بالرمزية القوية تاعه راح يكون إن شاء الله إضافة قوية لولاية تيزي وزو، وإضافة قوية كذلك للرياضة بصفة عامة.